طيب خلينا نروح لموضوع آخر، وفي أنواع مسابقات بيكون فيه الحقيقة بهجة وحالة خاصة كده، زي المسابقة اللي هنتكلم عليها دلوقتي، هي مسابقة الحمام الزاجل اللي تم تنظيمها في محافظة سوهاج، واللي أطلقوا في المرحلة الأولى للمسابقة 15,000 فرد حمام لمتسابقين من 7 محافظات. من أرض محافظة سوهاج انطلقت فعالية مسابقة الحمام الزاجل التي بدأت بإطلاق 15,000 فرد حمام لمتسابقين من 7 محافظات بالوجه البحري. يعد هذا الإطلاق الأول للمتسابقين بالوجه البحري من محافظات الصعيد، أما الإطلاق الثاني فسوف يتم لمحافظات الصعيد من محافظة الإسكندرية، كما أن هناك إطلاقاً ثالث من دولة ليبيا بالتعاون مع الأشقاء هناك. ويعد هذا الحمام المستخدم في المسابقات حماماً له أصول وأنساب، ويستطيع الطيران لتلك المسافات الكبيرة، وهو غالي الثمن أيضاً. المحافظات المشاركة تأتي في مقدمتها الإسكندرية والجيزة والبحيرة والمنوفية، وحيث تم جلب الحمام الزاجل من تلك المحافظات في سيارات نقل كبيرة داخل أقفاص بلاستيكية، مع إطلاق سراح كل الحمام بإجمالي 15,000 حمامة. وتم تحديد تلك المسافة التي يقطعها الحمام عن طريق GPS.